بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الفصائل المقاتلة على الأرض في جبهات قرقوزاق وصرين وشيوخ، نعلن أننا الفصائل الوحيدة المتبقية على الأرض وهي الجبهة الشرقية. الله أكبر. لواء أحفاد المرسلين. الله أكبر. جبهة الأكراد. الله أكبر. أما باقي الفصائل فقد تركت الجبهات وهربت، ولم يبقى لديهم أي تواجد على الأرض في هذه الجبهات، ونطالب الجهة الداعمة والجهات الداعمة الاهتمام بهذه الجبهة بشكل عاجل. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليكم. أوجه رسالة إلى المجاهدين الذي فروا وتركونا في أرض المعركة. نحن أتباع الجبهة الشرقية، ونتمنى من الله ومن الشرفاء، إذا كان في شرفاء، وأنا أعني ما أقول، إذا كان في شرفاء، لا نريد منكم أموالا، بل نريد سلاح لنقاتل. والله أكبر والعزة لله.